أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس على أهمية الاستفادة من الخبرة البرتغالية وخلق فرص حقيقية للاستثمار والشراكة، مشيدا بتلك الخطوة الهامة على طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدفاع البرتغالي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أكد التراس على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دول أو دولة البرتغال الصديقة، مشيرا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر والبرتغال. الحقيقة طبعا زيارة هامة جدا لمعالي وزير الدفاع البرتغالي للهيئة العربية للتصنيع، ودي جاية في الإطار العلاقات ما بين مصر وبين البرتغال اللي ابتدت انها تتوطد وتتقوى بعد زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوله البرتغال، ثم تولت بعد كده الزيارات، وايضا جاءت في اطار او في اعقاب ايدكس 2018، معرض السلاح الدولي اللي تم اقامته في القاهره، ادى الى ظهور المنتجات الدفاعيه المصريه لدول العالم والتعرف عليها. وبالتالي الشركات الأجنبية اللي زارت جناح المصري قدرت إنها تشوف مدى التقدم الموجود في الصناعة العسكرية المصرية، وبالتالي الشركات دي النهاردة بتأتي إلى القاهرة مشاركة وترغب في المشاركة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة العسكرية لما رأته من هذا التطور في الصناعة.